صلى الله عليه وسلم. المشاهدين الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ومستمعي إذاعة الكوثر MTFM أيضا، حضرتكم عاشرة في هذه الصحة الخاصة ضمن البرمجة الخاصة بذكرى أو الذكرى السنوية لرحيل الشيخ خالد أحمد المصطفى، الذكرى الثالثة. وهذه هي السهرة الخاصة دائما ما نستضيف فيها المدحّن حبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، الذين تعاملوا مع أبونا الشيخ خالد أحمد المصطفى بأمداحه الخاصة، وتعاملنا الخاص والطيب معه، والمواقف الجميلة الطيبة التي كانت في حياته معه. اليوم معنا مادح أو مادحة مدحت الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، ومدحت الكثير جدا من أمداح وأعمال أبونا الراحل الشيخ خالد أحمد المصطفى عليه رحمة الله. فالمتابع لشاشة الجمر الهاشمي أو المستمع لإذاعة الكوثر لاحظ الحاجة لأنه المادحة دي لديها الكثير جدا من أمداح أبونا الشيخ خالد أحمد المصطفى. اليوم سعيدين جدا في هذا المساء الطيب أن ألتقي بالمادحة الأستاذة النبوية الملاك حباب ياسر النبوي. كيف حالك؟ وروحه كانت طيبة جدا في التعامل مع مدح الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم مع كل العاملين في مشروع التعظيم والتعريف بالسيد الجميل صلوات ربي وسلامه عليه. فدائما نذكر اللقاء الأول لنبوي الملاك مع أبونا الشيخ خالد المصطفى عليه رحمة الله. والله هي دائما تنسى اللقاءات الأولى مع أبونا الشيخ خالد هي زورة أكثر من نفسي المشروع. هي بدأت معهم بالجبلين يعني. فإحنا كنا شغالين مع بعض في شغل كثير كده. في زحمة شغل جامد بيتري على بوية أخي أنا. عشاكة التنمحين أنا ناصل. ناصل بيرسوا. يعني بداياتي بيرسوا بأنه أنا. بطلت الأولى على جمهور كانت كمادحة. بعد ذلك كلمة. فقامت بتقول يا حرام عرفاك التنبيحي لكن عندي فكرة جديدة في المديح وجهة بس شغلتها لما تجيس المديح بس لو قصدت كلمة بيها شغلتها لأن دي فنانيح بدل ما استخدت بيها عن فكرة جديدة حتى تقدر من المديح لها لأن المديح لها مديح فأخوة أبنازم في كل المديح فدرجة دول الفكرة جديدة شغلت لي والله يا أخي إحنا عندنا مشروع بالتعريف طبعا أنا لا وعشان كده بنقوم نضغط الحالة اللي ما بيحني نخطها فيها حابونا لا نزول هوي نخديني بس مجاربتها يعني اجسيراتها مجاربتها ما بيحني لكن والله أنا ما بدي أجلبني نهاليا صاريت جزيلي زول غيري يا أخي أنا بولي أمشي أسمعي نادرني أصلا أزول أخليه بس عليه الصلاة والسلام كان في إقناع
والحاجة دي برضه أنا أتكلم عنها في الاستفادة شوية في محاور أيوة، لكن نحن السادة المشاهدين والمستمعين عمل أول طبعا كل شهر طبعا هتكون أعمال من الشيخ خالد أحمد مصطفى عليه رحمة الله، فحرصنا عشان في البداية. والله يا أخي في البداية بسمع يا أصحاب العلوم الصرفة لا يعرفون مصدر الصرفة ويرجع يلا لا سمح طوالي دعوة لكل سادة المشاهدين والمستمعين. يا أصحابي بعدي مسافة داير أقوم أزور الصفا، أدخل من شمال البرة وجبل الحوب شديد سرة بالتهليل يشيل من مرة، يا أحباب نعيد الكرة، ندخل بالحنان أبياته نطرب بالفريد غاياته، المحبوب عظيم رب الكون قسم بحياته، شوف القبة زاهية ونايرة بشخير وسيد الدايرة، تبسم ليل وفود الزايرة تكرم ليل القلوب الحائرة، قصر يضوي بالإشراق وزمزم في الشراب الراقي، هاشمي وطيب الأعراق يا نبي ندعو الرب يزيدنا يقينا، ملك النار ما يلاقينا، في الساحات نشم لزهوره والعشاق يهيموا ضمن برمجة تعليم أول الشيخ خالد أحمد مصطفى أول ذكرى
الثانويه الثالثه الى حين الشيخ خالد احمد مصطفى، ونحن في ضيافه الاستاذه نبويه من اكثر من 10 سنوات نبويه. لحد الان نحن ما عرفنا اللقاء الاول الجمع بيني وبين ابونا الشيخ خالد احمد ومصطفى، او الطريقه كانت كيف اول يوم قابلت. طيب يلا، طبعا بعد
ربويه كده انت يعني حاليا انت مقتنعه بالمجاهده؟ حاليا في مرحله ثانيه. يعني انت لحد لما مقتنع؟ لا زمان كنت مقتنع عشان اوصل لفكره، بس الان احنا في غنى عن الشكل اللي بيلعنوا الناس ولازم نستوعب الشكل. تمام. نحن خلصنا عمل ثاني برضه من اعمال ابن الشيخ خالد احمد المشتكى. خلصنا شغل الاستاذ ابو فهمين. طيب خلينا نسمع صاحب السيدة، من هنا صاحب السيدة، شوفي على عم صاحب السيدة وفاتها. نبينا يا ناس صاحب السيدة، الشفيع العام صاحب النجدة. We'll be right back.
صلاتك على حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم. مرحبتين حبابك أستاذة نبوية، لازم معك في هذا اللقاء الطيب، وإحنا بنتحدث عن سيرتي مع أبونا الشيخ خالد أحمد المصطفى في حياتي عليه رحمة الله. طبعا أنا في تقديمتي لك ذكرت إنه أنت واحدة من الحبيبة المصطفى صلى الله عليه وسلم. التعامل مع الشيخ خالد بكثرة وشعله من أعماله الكثير جدا. طبعا أبونا الشيخ خالد أحمد المصطفى بيتميز بإنه مليح ومليان جدا بالمعلومات، فهو كان قاصد الحاجة طبعا توصيل السيرة في القالب المنظم ده، إنه تصل للشباب، تصل للناس الشوية ضعيفين في سيرة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. فبالقالب المنظم ده الناس بتقدر تنهل وتشيل من المعلمة بطريقة بسيطة. شنو الفلة ربوية الملاك تشيل القدر الكبير ده من الأعمال اللي يقول الشيخ خالد أحمد المصطفى؟ أول حاجة زي ما قلت إنت عن المدايح كلها من أعمال الشيخ خالد في فترة معينة كان عبارة عن سيت بسيط جدا بسيط. وده واحدة من الحاجات اللي هو أقنعني بيها ونحن في عز الثورة الغناء العالمة دي بتاعت إنه كل يوم في الجامعة أنا ذات كنت واحدة من الطلبة الجامعيين بنلقى حفلة بعربي حفلة بفرسور عارف حفلة لنا. فبعد ما نحن يعني علمنا كل المديحة اللي عندنا قام قال بعد ذلك حطوا تنشي وطولنا سوي صوت عالي وقال حطوا الجامعة ما تبقى عارفة هذا خايف الله ونا بلف ليكم عن المديحة شوفوا بسوي ما كان طبعا عندنا إمكانية بتاعت قناة وما كان سوي سكرة أصلا. فقال نحن حد الفكرة دي كانت صراحة بتاع السنة طلعت معي للأمام نحن قال يا شيخ خالد نشيل المديح ده ونمشي بين الناس في حتاتهم. كيف نشيل الناس من المديح ده؟ يعني نمشي لكل الناس في بيتهم ونحلف عظامه ونحن نديهم الشرايط والبيوت؟ لا لا لا، في فكرة أبسط من كده. نحن مستهدفين منهم يا شيخ خالد، يا شيخ خالد بالليل والشباب. لأنه أصلا الناس الكبار دي انترست لأنه سامعين مديح جديد وباسم الأطار. نحن أنا شخصياً بمدرحينا مستهدف الشباب الأطفال الشباب اللي عايزة تتعلم وتعرف تمام. طيب نحن نشوف الشباب دي مكملين ونمشي. طبعاً زمان لا كان في شارع مين ولا تعصي كمية من التابع ممكن جامعة فجر وين بس الجامعات تلوم واحدة منها طوالي أشياء بس الفكرة تمشوا تحرق الجامعات والحتات اللي انتم مستهدفين هذه الخطابات اللي نحن عامليكم ليه بتاعتنا دي بتصرف على منظمة وتدفع على الجامعة. بيجي يوسف عبد الله الطاهر قال لي انت يا استاذ الله عايز تتكلم عشان عايز اتكلم عن حجر الشريفه عايز اتكلم عن ظهريه النبي عليه الصلاه والسلام عايز اتكلم عن كده بنقوم نجيب مديح مماشي لفكره عن حضاره عبد الشر. اول مره معنا كان في كليه روتينيه ومنا على شكل كبير من الكليات ونجحنا نجاح كبير جدا جدا. فعشان كده انا كنت اكثر زول مع الحظ من المدارس دي ليه؟ لأنه كنت بوثق مع المحاضرات. فكان كل محاضرة بدون أربع خمسة ستة سبعة مدارس بشتغل فيها بتجهيز للشغل بتاع الفترة الجاية. نفس موضوع المحاضرة. فالبيت ده خلاني أنا أكون شايل كمية من المدارس إن أنا كنت زي ما هم بيوثقوا في كتب صغيرة وبيوثقوا في حاجات بس يقولوا معاهم باعتبار أول حاجة أنا كنت أكثر زونة مصرعة. فكرة لا فكرة أنا بس بيقدر الفكرة زي ما كنت بقول لك من أول كده كنت بقول لك أربعة صباحا خمسة صباحا بدي نسوي هاد فاروق دي الناس سيكون ما في شيء نسجل المديح الناس اللي يصحوا من المديح نجي من سفر من المدينة نقول لهم تجمعوا من يقولوا لي الساعة أربعة صباحا الساعة خمسة نجي من المطار نجي من المطار. فكنت زولة متاحة ومتسرعة ومؤمنة بالفكرة بتاعتك. يا سلام. طبعا اهم حاجه انك تكوني زي ما قلت زي ما ختمتي كلامك انك تكوني مقتنعه. اي دي ما تبقى فكره صراحه مقتنعه يعني شيء بعدين على عمر انا زوره بحب التدقيق يعني شيخ خالد الله يرحمه قال لي دي مسرعه مختصه يعني نحن مثلا سيبنا المديحه الموضه الموضه يعني كان بيستخدموا في العلاج جديد خلاص انت حابه التدقيق ولقيت الحاجه دي يعني بحب الله جميل ربنا يعينك ان شاء الله استاذ نبوي ويوفقك
الله وفوق.
السهرة وأنا في خواتيم هذا اللقاء الطيب مع الأستاذة النبوية الملاك حبابي. إحنا طبعا في خواتيم هذه السهرة الطيبة طبعا الزمن ما بكفيه أن نستذكر الموسيقى الطيبة الجماعية معنا الشيخ خالد أحمد مصطفى عليه رحمة الله. طبعا دائما من الأعمال ذاتها اللي يمكن أن أحكيها في عمل الجمهور يطلب طواله أنا هنا بتكلم عن أعمال أبونا الشيخ خالد أحمد مصطفى. في عمل كده أنت بتكون حاسة إنه وصل للناس أو وصل للمستمع، السبب شنو ما معروف، لكن شنو من الأعمال دائما بتمشي مناسبة عامة خاصة بيطلب بها من كلمات أبونا الشيخ خالد أحمد مصطفى. I'm going to go to the next one. أنا واحدة من الناس أقدر بجد العلم من تحت كتير في المسوار بجد المقارب مشاكل كتير وحرمات كتير ومحرمات كتير. أنا أصبع المتنبر في كلامه يعني أنا مشكلتي كان بيسكوا لي أكثر زول في الدنيا بحب يحسن الأشياء صعب رحمة الحسن زول أذكري هديري أكيد أنا مشكلتي شنو بالضبط؟ أنا مشكلتي في كلمة إيكس، الكلمة دي صعبة زي كده. إيكس سريع. إيكس. بدي لك صعبة مع بعض المخلص في الحلم. وما رح نحكي عن هذا. وبقول صعبة رح نقول له إيكس. وقول له يا أخي بقول لك طيب يا شيخ خالد. بقول لك عايش وأسكن وأدعى عايش وأحب أستخدم أخلاص كذا. والناس بتحكي زي ما حالك. يعني من بعد غزير. ما كل شيء ما رح يتحمل ما رح يشيل كل أمره مصادف عليه. أقوم أكسي يا أخي خلاص بس يا أخي خلاص بس ما بكون أكثر عارف من ذلك بسرعة اللهم خلاص بس بس أحبب السليم ونكمل العربية بخلص بس التالي لو مش قوضي عشر يوم وقدم مع عمي الديني بيقوم كل ما يجي مخيط ده أنا مخيط يعني ودست عليه ومشي في فريق ومخيط بعد كم زمن كده أقوم بقولي خلاص راحة الزاجة وقولي راحة بس وأغزل بقولي جفعي. طيب لما حزات خليل ومنونين هي كانت من اختياري ولكن انت سمحت لي ولا عرضوا عليك؟ شوف دي المتحف اللي فيه شنو غريبه. انا نايمه في بيتنا انا الناس اللي بيوصلوا كويس برضه بعرف شو انا قاعد بيها الى العالم. يعني حالي لانه بيني حالي. زي الساعه 9 صباحا اليوم ده نسيت اسم التلفزيون. انا بدخل عشان شنو؟ بقول كده اللهم فعل خير بعد بناء ترحيب من الصبح. أسوزان الحيدة بمتلك من الصباح وقت التلف مريد طبعاً هو عشان بعضها بس أحيان يستعمل الحنية ما بس رعاية يمكن كلها بروحة فيها يعني ده كله بأمرض يمكن كلها بأمرض فاليوم ده بسيط المصري فاتح أنا بين لاي وصح حنية يوم الدار اللي بيستمح ده هم زادي بس صباح ولا دليل ده بيستمع بكيكا يعني يا خشاعة تزع صباحا بس وأفضل بكتفع صباحا بعد خير يا عم العربي، يا عم وزيشي رددت عليه بالاسم أنا ما دير معك أي كلام وما دير أي وسكت كده قام بلا عيني أنا هندي وخمسين دخلين كتير في الباب وطريق جدا خلاص يا أخ بس أنا أنت تعالي سوي والمتحدي يوم عجبتك أنت عجبتكم زي كل ما مرة بطلقين بس يا حاسي كده يا حصلت مش برجع لما يقول تطبع راسي يا ده مصحي أنا والله ما مستمع أي حاجة وصوت ساعته ما بعرف رحمي صرت أنت تصبر قال لي يعني كم ساعة قلت له ثلاث أربع ساعات قال لي تين من أساس ده أنا أقول لك سريع وسيد خبيه وقلت له ثلاث أربع ساعات حاليا خمسة غرام في الدعي يعني في أي في الغمدي أنا المفروض بس أنا في القرى واللي يا ربي ما قلت على المؤجل في المستشفى على خالد مذاكرة المهم إنه أنا جبت قرني في إيه دي أنا بدوي نفسي تقول لي تجيزي نمشي سجل أنا سجل حبا أنا قلي ولا معدي لما رايح أعضاء واركي لما صوت بيستح أنا أتحرف أعضاء خلاص وإيش؟ تخيل صوت أعضاء المهم سريع سريع أنا بيستح يكشي التحالي داخل مع قطة مهندة وجيت لقيتها بالكوايدات شو السجل طلع
عنده شرف. طبعا يمكن المفهوم ده متصل احنا مش عنده شرف يعني. عايز اقول لك طعمه ولا بيحبه جدا. يعني لما تذكر انه في يوم من الايام دي واحده من الروح خالص في مسيح حبيبي ما بعرفش ازاي بيتكبر على الثاني. يعني انتهينا في المشروع كلنا بنحب بعض كلنا بنشتغل مع بعض. جيت سبحان الله شفت المفهوم كده بتلمس الكلام سامح. فبيقول احنا عارف كده فاحنا عارف كده 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 كده. ظريفه دي. خلاص دي هنا صوت استحكام كعبه صوت فتح اشتغلت المنحه دي تعبوا ابو شرف بقى يعني تعليم قرار المنحه دي بقى مش عارف ورا في نفس اللحظه حبيت من الصور اللي بتحبوا تقول شفتوا الحاجه الوحيده انا بخاف من التصوير انا بخاف من ايه؟ شو هتقول ده منحه دي ظريفه اهي والله تعبت بعدين في سنه سنه اكشن نومي تعالى نمسح احسن بقى فعلا مش هتلاقي الناس دي اسرع مدحه طبعا للناس واكثر مدحه انا ما تلاقي كثير يعني متشاكل ضدها هي يعني كانت اسرع مدحه لانه زي ما قلت لك ما معروف بس السيده خليلي ولا بس الشادو الجزء بتاعتي دي ما كان هي حصل فيها طبعا فالمهم هي على مستوى مدح الشيخ خالد هي الطب بالنسبه لي المستمعين طبعا انت مدحتي مدايح كثيره جدا لانه الشيخ خالد احمد مصطفى واحنا ان احنا برضه حبينا تخدمناه مع انهم يعني في المنطق كده بيكون المفروض يكون اول محور بتاع انه اول عمل مع ابونا الشيخ خالد احمد مصطفى طبعا العمل الجميل جدا انا على المستوى الشخصي طبعا برضه ما اتكلمش عن المنحه براده المدينه فقصه براده المدينه مع الابويه او غير قصه الاختيار ورضت عليه اقترح عليه تحب احكي لك وكذا هو طبعا ما كنت في المدارس تعبت يعني في اشياء بتاعتي مثلا بيقوم بس في الليل 7:80 في الساعة 10 متحط. بعد 7:80 في الساعة 10 متحط انا ممكن اشتغل على متحط. وبيختار من الاربعة. بتسجل شعر؟ بتسجل شعر وبيقوم بيقول لي دي مجاري لي كده. فسبحان الله بلاد المدينة دي بس بمجرد ما سمعتها ونحن بتاع شغلنا كان جيت اصلا انا النهارده يعني دي منطق فيه جعل وتدريب وكده وبحب اقول لي اصلا بس كانت بالنسبه لي المشكله انه كيف اوازن فكره الغنى واحنا كده غنى حماسه يعني من قلب ناس السحاب وهنا ده مديح وطوسي وحشميه وطوسي يعني تطريب بتحليات حنينه كده فبس الحاجه دي هي تعبتني في المدح لكن اللحم بتاع بلد المدينه ذاته بتاع الشداره بتجيب بقى دي بقى المشكله يعني. جميل زي ما قلت لك دي طبعا السيره او المسيره كبيره جدا في تعامل مع ابونا الشيخ خالد بن مصطفى فانا شاكر لك جدا على هذا اللقاء الطيب جمعنا به عبر هذه الذكرى السنويه الثالثه لاخير ابونا الشيخ خالد بن مصطفى فوديك كلمه اخيره في هذا اللقاء الطيب مبسوطة شديد انه يعني السنة الأولى طبعا شاركت كان في المسرح. السنة الثانية ما أخذ دليل ما شاركت أنا كنت أنا من الأصغر. فكنت مبسوطة شديد انه أنا قدرت أكون واحدة من الناس اللي قدروا سكة الصحراء عشان أوثق يا زوجي. كل واحد فينا عنده له مكانة جوا قلبه. فبتمنى انه يعني المشروع يواصل بذات المحبة وبذات العزيمة بذات الروح الحلوة اللي بين الناس ولا رح أصالح الدماء الحمد لله موجودة يعني يمكن قريب مش ترسل يعني قمر كنت سيئة جيد بأخوان المدعى هم بيقولوا يا خمدة حق مدفني والله يسمى حقش معك لا يا أخي عمدحة والله يدى والله ما بعد يعني كان في روح حلو شديد يعني غرست سينا وبعد ذاك سبحان الله من غير ما المشيعة في النوم هي عشان يمكن لعل المدحة صارت فكرة جميلة فكرة يعني كل الناس اللي بيبدأوا من مريحين فيهم يكونوا حساسين جدا. ما بقدر ينجحوا ما بقدر يدرسوا ما بقدر ما يحبوا. فبتمنى انه ذات الروح الحلوه تواصل. بتمنى انه بدل ما غيري فيهم نفسنا ونتعازي نقول الواحد يكون قادر ينجح مهما طلبوا مني الدرجه بتمنى انه الظروف يعني تكون يعني ظريفه وتتسحب علينا في من عندها والحاجة دي بيلاحظوها الناس في التصوير يعني ما حصل طلعنا تصوير يا بديل ما
مطلوب سنتين لوكيشنات بنجي نيجي الناس بتذكرين سينا بتسيني معنا يعني هم بصحة يعني بكون مبسوطة شديد لما أحس إنه مشكلة وصلت وصلت لما نكون داعمين يعني أبدو عشان على فكرة لو بدينا فيلم لو بدينا بقى الناس يعني الناس تحب ذات اللي بحب الأداء اللي هو الشيخ خالد وبترحم على روحه وبتمنى إنه يوم نلقاه يعني يكون راضي عننا ويكون يعني نكون وفينا وحبه حب الفكرة اللي هو زراعة حوارة اللهم أمين. كان خير كثير أستاذ نووي عن هذا الكلام الجميل والطيب. فالحين حنختم بالأمر الرابع حنختم بشو؟ حنختم بالطعامي برضو في المحامي وأتمنى إنه السهرة تكون جميلة ويكون في خفيفة تصير عليكم وأتمنى إنه نلقاكم في أعوام أجمل وأفضل بإذن الله. شكرا لك كثير. شكرا كمان لكل الناس اللي استمعوا لنا عبر أثير الكوثر وعبر شاشة الدور الحاسم التنظيم الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم وكل الناس المتابعين للبرمجة عموما برمجة الذكرى السنوية الثالثة برحيل أبونا الشيخ علي رحمة المصطفى عليه رحمة الله. ربنا يتقبل قبول الواسعة من الله بالواسعة رحمته ويجعل البركة في ذريته وفي مشروع التعريف والتعظيم بسيد الجميع صلوات ربي وسلامه عليه. عموما حنترككم مع عمل الختام اتهام كلمات أبونا الشيخ علي رحمة المصطفى وأداء الأستاذ النبوي الملك. اكثروا دائما من الصلاة على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. تحياتي وفريق العمل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. التهامي التهامي برجوك ليه مهامي يا التهامي 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 برجوك لمهامي التهامي لله دمعه هامي ينجز للمهامي بارع في السهامي يصرع للجهامي التهامي 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 برجوك لمهامي التهامي في يوم الزحام يشفع لنا حامي عالي وقدر سامي ليك فخر الأسامي التهامي 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 برجوك لمهامي التهامي يا عشقي وغرامي يا حبي وهيامي ريدك لين رامي نار لهيب درامي التهامي 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 برجوك لمهامي التهامي قلوب هايمة وظوامي بالحب والدوامي يا شربي ومدامي ما برضى الفطامي التهامي 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 برجوك لمهامي التهامي العاش في الخيام معدود في الأيام في الصيام والقيام والناس في نيامي التهامي 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 برجوك لمهامي التهامي معدود الكلام حاشاه الملام يبدأ بالسلامي وبدد للظلام التهامي 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 برجوك لمهامي التهامي
والعود صار حسامي بارك في الطعام مياه بيض نعامي التهامي 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 برجوك لمهامي التهامي صلي على التهامي محبوبي وغرامي مقصودي ومرامي التهامي 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 برجوك لمهامي